أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير لبرنامج المربط الأسبوعي الذي تعودنا دائما حقيقة تجدد في كل يوم ضيف، وكذلك أيضا من المرابط التي تعودنا عليها في دولة الكويت. مشاهدينا نشاهد مع مربط بدر جويبر العازمي الذي يستمتع حقيقة في دوره ومشاركته أيضا له إنجازاته السابقة. مشاهدينا خلكم وياه. بدر بن جويبر العازمي مالك مربط بن جويبر، وهو شاب كويتي عشق ركوب الخيل منذ الصغر من خلال زيارته لجمهورية مصر العربية، وبدأ عشقه يكبر معه حتى أصبح من عشاق وهواة رقص الخيل وما يسمى رقص الأدب. وفي عام 2011 جاءت فكرة إنشاء المربط ليترجم حبه لهذا المخلوق النبيل، وبدأ بدر بجلب الأفراس العربية الأصيلة من مصر إلى الكويت للبدء في الإنتاج المحلي. ولم يكتفي بإنتاج الخيل بل سعى إلى المشاركات، وكانت أول مشاركة له في جمهورية مصر العربية من خلال مسابقة مزرعة رباب، وأحرز المركز الرابع بفارق بسيط. وأما على الصعيد المحلي كانت له عدة مشاركات، وأبرزها بطولة الكويت للإنتاج المحلي لعام 2016، وقد حصل على المركز الرابع في أول بطولة له محلية. وما زال بدر بن جويبر حريص على حضور بطولات الخيل العربية، وهو متابع لآخر تطورات الخيل العربية الأصيلة في عالم الجمال وعالم الإنتاج. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وحياكم الله أخواني وأعزائي المشاهدين في برنامج المربط في مربط بن جويبر. طبعاً تكلم عن بداية الخيل وحبي للخيل. بداية الخيل كأي إنسان هاوي أو أي إنسان يحب الخيل، بداية كانت ركوب الخيل، ومن ثم الحمد لله فضل الله جنينا الخيل وتحولنا من ركوب هواية الركوب إلى جني الخيل، هي الخيل العربية. وبفضل الله والحمد لله يعني من بداية إلى جني الخيل، فيعني هو وجهة نظر ورسالة أوجهها أنا حق إخواني المشاهدين لمحبين الخيل واللي لهم هواية طبعا كلكم عارفين بدايتنا، أتوقع كل شبابنا بداية الخيل كانت اسطبل مسعد في مصر اللي هو أبو باشا، كلنا بدينا من هناك وكانت بداياتنا. ثم تحولنا من يعني محبين الخيل إلى جني الخيل، فبفضل الله والحمد لله جنينا الخيل وشاركنا في بطولات في مصر. كانت أول بطولة لي في فرس عندي، وكنت غير مستعد، يعني شخص كان هاوي ثم إلى بطولات، يعني ما كانت بالنسبة لي شيء سهل، ولكن إصراري والحمد لله حب للخيل دخلت معاهم وشاركت، وكانت في بطولة في مصر في مزرعة الرباب، مزرعة بلادنا، أتوقع أخوان المربين وأهل الخيل يعرفون هذه المزرعة. فضل الله دخلنا هذه البطولة ولأول مرة نشارك فيها، وكانت هذه أول بطولة لي من هاوي خيل ركوب إلى جمال، ففضل الله طلعت الرابع في هذه البطولة. فكان بيني وبين الأول، كان الأول جاب 93، فالفارس اللي شاركت فيها كانت بدون استعداد وبدون عارض، وفضل الله طلعنا الرابع في 89.7 أو 5 ذاك الوقت، فالحمد لله. ومن بعد ذلك حبينا الخيل وعجبتنا الخيل اللي هي الخيل العربية الأصيلة، يعني صار فرق بين الركوب إلى الخيل العربية الأصيلة. ثم تحولنا الحمد لله، جبنا خيلنا اللي كانت في مصر جبناها للكويت، فضل الله كانت لنا إنتاج يعني مشاركة بطولات من إنتاجنا اللي هو إنتاج المحلي شاركنا فيه، وفضل الله كنا نشارك في إنتاجنا اللي أول مرة ننتجه
طلعنا فيه المركز الرابع، وفضل الله شاركنا بعد ذلك في الدولي. يمكن ما حالفنا الحظ، ولكن ما زلنا مستمرين لحبنا للخيل، وما زلنا نشارك وسوف نشارك إن شاء الله، والله يوفقنا إن شاء الله. طبعا انا انصح اخواني المحبين او هاوين الخيل ان لا يشوف هذه الهوايه صعبه او انها يشوفها شيء مستحيل. اذا انت تحب الخيل وفعلا لك خاطر، اصر وعزم. نحن مثل ما حبينا في بدايه الركوب حولنا الى جني الخيل، وبفضل الله اكلمكم الحين من مربط الجويبر. بفضل الله المربط موجود والبطولات موجوده والانتاج موجود. اذا حاب هالشيء لا تيأس منه، نحطها براسك وتوكل على الله، وفضلنا الله راح يوفقك. طبعا احنا ناشد اخواننا المحبين الخيل. طبعا احنا الحين رب الخيل وصار عندنا انتاج اللي هو يمكن المهر الحين صار منبوذ عندنا احنا مربين الخيل. فنطالب اخواننا المختصين، الانسان اللي ممكن انه يعطينا الفرصه انه بدال ما ينباع للاسف الشديد الجواد العربي اللي هو ب 200 او 300 دينار يمكن اقل من ذلك، نطالب مضمار سباق او شيء يشجع انك تحافظ على الجواد العربي هذا، انك ما تبيعه تحافظ عليه، بدل ما انت الحين اول ما يجيك انتاج يقول لك فلو ما انت راغبه عشان تجنيه او تربيه، فانت تفكر انك تبيعه. وحتى لو تبيعه بتبيعه بكم؟ ب 200 او 300 دينار. فانا انصح الانسان ممكن انه يقدر يعطينا فرصه شوط في المضمار في الوفره، يقدر يعطينا فرصة أن نشارك في يعني في الجواد هذا، نحافظ عليه ونتمسك في سلالته، لأن هذا جواد عربي يبقى أصيل سلالته من أب إلى جد إلى ممكن يكون أبوه عالمي أو تكون أمه بطلة عالمية. فإحنا نطالب بالفرصة أن نعطي الجواد هذا مضمار أن نقدر نشارك فيه. طبعا في بدايتي لجني الخيل وربط الخيل كانت في مصر، كانت ايام الثوره تحديدا 2010 او قبلها بسنه 2009، كانت بطولتي المشاركه 2010. لكن جني الخيل العربيه طبعا كان لي اخ وزميل اذكره بخير، امسي عليه بخير، اخوي بدر مهيميل، هو كان اللي نصحني ان انا اربي الخيل العربيه الاصيله. فالحمد لله جبنا خيل اللي هي اتوقع شرينا من مصر يمكن 9 أو 10 روس، وفضل الله طبعا كانت بداية كلها في مصر، كانت وقت أيام الثورة. فلما تعمقت أكثر حبيت السلالة، حبيت الدماء، توجهنا إلى جني الخيل من إيطاليا، وثم المرابط الكبيرة اللي هي بالكويت معروفة شرينا منها وجنينا منها، وقمنا نعرف شنو يعني الدماء. ركبنا الأب على الأم تكون بحيث أنك تأخذ سلالة نقية طيبة. فتطورت الهواية اللي هي الجني الخيل، وربينا الخيل ولله الحمد. طبعا بالنسبة للخيل العربية هي موجودة، واحنا وانا واحد من الناس يعني حبيت الدماء المصرية وجنيتها من مصر. والخيل في مصر صراحة يعني بالنسبة لي انا
مربط بن جويبر، يعني حبيت الدماء المصريه، حبيت خيل مصر، وهي اللي خلتني انا احب الخيل العربيه الاصيله. انا من مصر بديت، وخيل مصر هي اللي حببتني بالخيل. خيل جميله، وخيل يعني تخليك تعشقها. ومن هذا الخيل انا متمسك فيهم، خيل عندي من الحين في مربطي، هذه الخيل اللي جبتها من مصر اللي هي كانت بدايتي، وما زالت عندي اغلى خيل، وهي موجوده، وانا اللي شاركت فيها في اول بطوله في مصر، وهي يعني قلنا تحولنا من مرابط مصر الى مرابط الكويت. طبعا بفضل الله هني في الكويت في مرابط كبيره ورحبت فينا وساعدتنا، والافحل في الكويت هني مفتوحه، واصحاب مرابط للامانه اخواننا هني المرابط في الكويت بفضل الله طبعا التشبيه مفتوحه، والتعاون بيننا وبين اخواننا المربين في الاسطبلات في المرابط هني موجود مفتوحه. يعني اذا احتجت من اي شخص معلومه، او احتجت تركيبه تشبيه، او احتجت يمكن دكتور، التعاون بيننا وبين اخواننا في المرابط وما قصروا، بالعكس رحبوا فينا، وما كان في موضوع اللي هو يمكن لا سمح الله بيننا الحسد او الغيره، بالعكس اخواننا هنا المرابط مفتوحه ويرحبون فينا، والتعاون بيننا موجود، وما زلت انا الجأ لهم، وما زلت اطلب منهم الفرصه، انهم اخواني، هم يمكن اخبر مني، ما زلت اتمنى خبرتهم، وما زلت اني انا ما استغني عنهم، لان الامانه هم لهم جزيل الشكر في التشجيع في تربيتنا الخير. طبعا بعد بطولتي، مشاركه بطولتي في مصر الاولى، ما كنت اعرف عن اي شيء لتجهيز البطوله، بفضل الله جبنا شخص مختص، صرنا نجهز للبطوله، صرنا نعرف شو نبي، شو المطلوب منا. فبعد ما جنيت خيلي الحمد لله الكويت اللي جبتها من مصر، كانت لي اول مشاركه بطوله، كانت العام في شهر 11، طبعا كانت هي البطوله المحليه او الانتاج المحلي، فشاركت في انتاج بفضل الله وجبت المركز الرابع. طبعا انا ما اقول لك البطوله تجهيزها سهل او انها مو مكلفه، بالعكس مكلفه وصعبه، لكن اصرارنا على الـ يعني دخول هالبطوله، واصرارنا على ان نبين ان احنا موجودين في انتاجنا وعشقنا الحب الخيل العربيه الاصيله، شاركنا بفضل الله في هذا العام في 3 بطولات، توفقنا في بطوله وما توفقنا في الدولي، وهالسنه ان شاء الله باذن الله ودعواتكم معانا قاعد نجهز في انتاجنا ايضا، وفي فرس ومهرة البطولة الجاية، منها الدولية والإنتاج المحلي. الخيول العربية هي مثال للجمال والكمال، إذا قورنت ببقية سلالات الخيول فالحصان العربي قوي ورشيق ودائم النشاط كريم ووفي، يصبر على الشدائد ذو حزم وعزم، ومن أهم ما يميزه أنه لا يؤذي صاحبه إذا وقع عن صهوته، وقد ساعدت طبيعة الجزيرة العربية بصحاريها المترامية على شدة الإقبال على امتلاك الخيول العربية الأصيلة. ومن مظاهر اعتزاز العربي بالخيل أنه أعطاها أسماء وأنسابا، فسجل لها مشجرات مطورة بأنسابها حتى لا تشوب أصالتها شائبة ويبقى دمها نقيا. طبعا التجهيز للبطولة عشان تكون جاهز وتكون مستعد للبطولة، التجهيز مو أقل من 3 أشهر 4 أشهر. طبعا أشكر أخوي طلال جويبر، هو المختص الجهاز الفني في التدريب، هو أخبر مني في هذا الشيء، وهو يمكن اللي يشرف على هذا الشيء، وهو إن شاء الله اللي سايسنا البطل بإذن الله، أتمنى لك التوفيق. أنا سيد من مصر، وهو مختص في التدريب، وهو طبعا انت عشان تكون مربطك كامل وجهه سبحان الله، تحتاج الى شخص يدرب. يعني انت مو تجيب جواد او تجيب فرس وتقول والله انا جاهز، لا، انت لازم تتعب، ولازم يكون لك مدرب مختص، ولازم يكون لك شخص فاهم. في بدايتي
والعوض على الله، ويمكن تصير في كل مربط. أنا ما كنت أجهل، كانت عندي فرس قدام عيني ولدت وماتت، ما كنت، يمكن هذه الشيء يبي له شيء بسيط، لكن أنا كنت أجهل. لكن مرة مرتين عرفنا شو الأخطاء، احنا بدينا يمكن مو بسنة ولا بسنتين، لكن تداركنا الخطأ في شخص مختص طبعاً، هو يكون مسؤول عن الخيل، وأنا بروحي ما أقدر طبعاً. أنا معاي في المربط أخوي طلال، وأشكر له طبعاً، هو اللي مشرف على تجهيز البطولات، وهو يمكن أدرى مني في تجهيز البطولة، أنه مو شيء يا جماعة سهل، ولكن حبنا وعشقنا للخيل وفضل الله مستمرين وقاعدين نتعب. نعم قاعدين نتعب، لكن تعبنا لنا وتعبنا الحب للجواد العربي. الجواد العربي يا جماعة في الكويت لازم ناخذ حقه، واحنا ان شاء الله انا واخوان المربين لازم نتساعد او نتكاتف ونعطي نفسنا فرصه ونعطي الجواد العربي انه يمثلنا طبعا في الكويت وبرا الكويت. فالتجهيزات ان شاء الله احنا قاعدين عليها وقاعدين نستمر فيها، طبعا تكلفتها ما هي بسيطه، وانتم يا مربين او يمكن اخواننا المشاهدين يجهلون ان التكلفه هذه ممكن تكلفك في الثلاث اشهر مبلغ وقدره، والله أعلم ممكن يكون ما يكون بالتحديد من 3000 4000، يعني ممكن الراس الواحد ياخذ منك 1000 الى 1500، هذا اذا ما كان عندك بعد مدرب او اذا ما كان عندك سايس مختص في هذا الشيء. فرغم ذلك احنا ما نقول لكم احنا والله كرهناها وان هالشيء ممكن يبعدنا عن حبنا ومشاركاتنا البطوله، رغم ان احنا ما عندنا احد يدعمنا، احنا بفضل الله قاعدين نتعب ونقط كل شيء من جيبنا، حبنا للخيل وحبنا للجواد العربي. طبعا في بدايتي انا شريت يمكن الخيل من مصر، وكانت يمكن الاسعار يمكن ما هي الاسعار اللي كانت في الكويت. طبعا في الكويت في 2009 و2010 يمكن اخوان المربين واخواني المنتجين عارفين هذا الشيء، كانت المبالغ يعني ممكن يوصل الراس الى 50 الى 100 الف. فجنينا خيل من برا الكويت، الاسعار في الكويت ما كانت رخيصه، او يمكن من 10000 وانت طالع، يعني 10000 اذا بتفكر تاخذ لك 3 روس او 4 روس اتوقع المبلغ يمكن من 40 ل 50000. هذا بعد يمكن ما هي يمكن تكون الخيل اللي تكون فاخره، ولا هي الخيل ممكن انك تدش فيها البطوله او تكون فيها الشو مثل ما يقولون. نتكلم عن خيل منتجه، طبعا الخيل الشو هذه بتكلفك او بتتعب عليها عشان تجهزها للخيل. فالبيع والمشترى في الكويت حاليا اتوقع في الوقت الحالي في هذه اللحظه الاسعار ما هي نفس قبل. انا كثره المربين، كثره الخيل العربيه انتجت، يعني اول كانت محصوره، اول كانت صعبه، اول كانت تجينا من برا الكويت، الحين بفضل الله يعني انا وربعي المبتدئين، ما بنقول احنا ناس يعني ناس والله نقارن نفسنا في احد معين، انا ما زلت اطلب وما زلت اتعلم وما زلت أبي الخبرة من إخواني الموجودين. ففضل الله والحمد لله قاعدين نتعب على هذا الخيل، والأسعار حاليا كثرة الخيل كثرة الإنتاج نزلت، يعني أكلمك في البداية من 50 إلى 40 وما فوق، الحين ممكن تجني فرس طيبة ب5000 6000. شوف الفرق وين كان، كنا ب40 50، الحين وصلنا إلى 5000 6000 7000، وممكن بعد ب3000 تاخذ لك فرس زينه. ما بقول لك انها عاد 100%، لكن ما هي صعبه عليك انك تجنيها كمربي وتستفيد من وراها. طبعا من ضمن استعدادات البطوله يمكن والاشياء اللي نتمناها في البطوله او تمتاز فيها الخيل في البطوله، طبعا لذاني، فناس الراس، الرقبه، طبعا الحصان العربي يتميز بشيء يا جماعه اللي هو هويته، شخصيته، هذه لها الكاريزما مالت الحصان العربي هذه بروح عليها نقاط. يعني اذا كان ايا كانت الجمال موجود او ايا كان الخيل موجود عندك حلو، إذا ما كانت له شخصية أو هوية أنت تعتبر جوادك أو تعتبر الفرس أو المهر اللي مشارك فيها من غير هذه الهوية يعتبر إحصان والكمال لله غير كامل. فمن ضمن التجهيزات طبعاً اللي هي يمكن لحلاقة الخيل، اللي هي تجهيز الخيل
في أشياء كثيرة، من تغيير علفها، تدريبها، حتى مكانها، عشان تجهزها لازم تعدل نفسيتها. فهذا من ضمن الأشياء أو ضمن الأمور احنا ممكن نكون شارك فيها ونجهزها حق البطولة. طبعا بخصوص البطولة وتجهيز البطولة وتحضير البطولة، هناك شوطين أو هناك يومين لتجهيز البطولة، أتوقع كان يوم جمعة أو سبت. ف يعني وجهة نظري يعني إذا أمكن أن تعطي فرصة أكثر بالوقت، يعني عشان يكون عندك وقت مثلا للأمهر والأفراس والأفحل. اليومين ما تلحق أنك كنت، أو الأعداد أول يمكن أول كانت الأعداد بسيطة، في الوقت الحالي الكل قام يشارك، والحمد لله هذا شيء طيب، هذا شيء زين أنك أنت تعطي فرصة أنك تشارك. لكن نطالب أو تعطي مجال أن يكون الوقت بدال يومين ممكن يكون على الأسبوع أو أربعة أيام على الأقل، عشان يكون وقت متسع. لأن البطولة تبدأ من الصبح تقريبا الساعة 10، تنتهي إلى الساعة يمكن 8-9 بالليل، يعني هذا الوقت في يعني يكون نوعا ما ضيق. فبدال ما تكون البطولة على يومين، إذا أمكن أنها تكون على أربعة أيام على أو على الأسبوع كامل. طبعا من فضل الله مثل ما ذكرت في السابق، الجميع إخواني المربين وجميع أكبر مرابط الكويت فاتح المجال للتشبيه، يعني حتى الفرس البلدية، إذا كانت عندك فرس بلدية، إخواننا المربين جزاهم الله خير، ولوجه الله طبعا أنهم مو مسكرين مجال التشبيه. يعني أنت لو عندك فرس، إذا كانت هذه الفرس طيبة، ممكن هنا في مرابطنا من الإخوان الموجودين، الأفحل ترى على فكرة أفحل الكويت أفحل عالمية، وأفحل نتشرف فيها، وأكثر الناس في دول أوروبا وبرا أوروبا يتمنون أفحلنا الموجودة في الكويت. فما زال إخواننا جزاهم الله خير المرابط الكبيرة في الكويت فاتح التشبيه لك، ولا راد أحد. يا أخوي إذا كانت عندك فرس أو عندك فرسين، بدل ما تقول أنا بربي وبشتري فحل، اشتري لك فرس، والأفحل موجودة في الكويت. كل ما بقول لك أنا وياذب كلمة، أنا أكبر مرابط الكويت تفتخر في هذا الشيء وتقول لك تعال جيب خيلك وإحنا نشبي. فما أتوقع أنك أنت ممكن تتردد أنك تأخذ لك فرس، بدال يعني بدال تأخذ لك حصان أو حصانين، خذ لك فرس إجنها، مرابط الكويت كلها مفتوحة للتشبيه. طبعاً بخصوص البطولات وتجهيز البطولات، طبعاً أنت من شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل البطولة يبدأ عندك تغيير العلف. طبعاً علفك يكون ما هو علفك العادي، في علف يكون يعطي باور، يعطي حرارة للفرس أو للفحل أو لأيًا كان عندك مشارك فيه. هذا شيء. التجهيز طبعاً هو اللنش، هذا يكون شبه يومي للفرس أو للجواد المشارك. الشيء الثاني أتوقع يمكن كلكم ما تخفون عليه، الرقابيات. الجواد يحتاج أنه يمتاز في الرقبة وتجهز هذا الشيء، عشان تمتاز في الرقبة، تمتاز في حركة، تمتاز في توب لاين، تمتاز في أشياء تكون من ضمن تجهيزك للبطولة. فهذا الشيء يعطيك أو يعطي الجواد صورة أفضل وتتغير. يعني الجواد لما يكون تجهيزه في البطولة غير، وحتى انت حتى لو ما تنومست او شفته يكون يعني فايز، جوادك او حصانك او فرسك او مهرك تتغير عليك بعد البطوله، لان البروتينك او علفك او تجهيزك يعطي شكل اخر قبل وبعد. طبعا في شيء لازم ننوه عليه يا جماعه، خاصه اخواني المحبين الشو، المدرب شيء مهم في الشو، وأيضا العارض شيء مهم. المدرب يعني في مرابط كبيرة عندها سياسة وعندها تربيتها بالخيل، لكن ما يستغني في البطولة عن العارض. العارض يؤدي شيء والمدرب كذلك يؤدي شيء، يعني تحتاج مدرب، تحتاج عارض بعيد عن سياسك، تحتاج إلى مدرب يكون فاهم، وعارض يكون كيف يتعامل مع الفرس أو الجواد أثناء البطولة أو أثناء العرض. طبعاً التجهيز والشيء اللي نستخدمه أو الشيء اللي مطلوب أو الشيء لابد منه أثناء البطولة، طبعاً أنت عشان تجهز حصانك أو تجهز جوادك تحتاج الكريمات، إلى اللمعة، تعدل مظهر الجواد. وفي خيل يا جماعة ما نظلمها، تكون جاهزة حيل أثناء الشو،
لكن مع الخشخشة والطقطقة والجمهور واللجنة والإضاءة يكون جواد جدا متميز وحلو وأنت واثق فيه، لكن أثناء العرض يمكن خوف أو يمكن تغيير، يعني يحتاج مثل ما ذكرتكم في البداية يحتاج إلى عارض أو يحتاج إلى يعني على حسب، في خيل تغير عليها حتى الجو وتغير عليها المكان وتغير عليها العلف. يعني أتوقع هذا رأيي ورأي كل مربين الخيل، نحتاج ونتمنى، هذه أمنية وشيء نحتاجه ونتمنى أن هذه الرسالة توصل، وأتوقع أنها مني ومن أكثر مربين الخيل. طبعا أنا مربطي في الوفرة، يعني نتمنى من يعني يكون عندنا مستشفى حق الخيل، نتمنى كثرة الدكاترة، لأنه والله يا جماعة ممكن يكون عندك مرض أو شغلة بسيطة أنت تجهلها، عشان تأخذ خيلك مني وتوديه للمسيلة، يعني المشوار ممكن هذا الجواد ولا هذا الفرس ولا هذا المهر ولا هذه المهرة، يمكن حتى ما هي غالية بثمنها لكن غالية عند راعيها، والحال غالية عند راعيها، يمكن في المسافة مني ليل المستشفى اللي هناك أو الدكتور اللي هناك هذا يعني تطلع روحه. إحنا نطالب في مستشفى كثرة الدكاترة، وأتوقع أن هذا شيء ما هو صعب عليهم، ونتمنى من توفير هذا الشيء. طبعا في مسك ختامنا لهذا اللقاء الجميل، نشكر صاحب السمو ولي العهد، ونشكر بيت العرب، ونشكر جمعية الخيل، وأشكر طبعا تلفزيون الكويت، وأشكر أخواني اللي أنتم قاعد تشوفونهم اللي خارج الخلف الكاميرات، وأشكر أخونا المذيع والمعد والمخرج على لقائهم وتاحة الفرصة لنا، لأن في ناس ما كانت تدري عن حبنا للخيل أو على مرابط الخير بالكويت، فهذا البرنامج جزاهم الله خير صراحة عطونا الفرصة، وأشكر جهودهم وأشكر وقتهم الطيب وأشكر لهم لقاهم هذا الجميل. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة مع مربط بدر بن جويبر العازمي في مشاركاته المحلية والخارجية في هذا الاستمتاع عن الحديث حقيقة عن هذا المربط، وكذلك أيضا دور الخيول العربية الأصيلة. مشاهدينا الكرام، خلكم معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.